بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة إضاءة رياضية الأوفياء، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن اليوم بصدد الحديث عن رجل اسمه سابق لشهرته ومشواره، إنه النجم الساطع والأسطورة الخالدة، أستاذ الفنون القتالية لا يشق له غبار، بروس لي. فضلاً لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نعم، الأسطورة الخالدة التي سوف لا تتكرر، أيقونة الفنون القتالية، البطل المغوار الخارق المروع بكل ما يحمل من كاريزما، سرعة فائقة مدهشة وبراعة جسدية، جميعها كانت تسير جنبا إلى جنب مع الحكمة العميقة والنصيحة. حظي بتقدير واحترام أجيال متتابعة باعتباره لاعب شرس ومحترف في الفنون القتالية وفن الدفاع الذاتي. ولو لم تشغله السينما لكان فيلسوفا بارعا، فإلى حدود الآن يزداد الالتفاف إليه باعتباره فيلسوفا مغمورا لم يسبق له مثيل، بدءا من تعبيراته المجازية الشهيرة عن القدرة والصمود والثبات، وصولا إلى كتاباته غير المنشورة التي كشف عنها مؤخرا عن الإرادة والخيال والثقة، والتي تتحدث عن التنمية الذاتية ومفاتيح النجاح. فلا تزال صور بروس لي ماثلة في أذهان الذين طالما أمتعوا نظراتهم بشهادة أفلامهم أو بمشاهدة أفلامه. إنه صاحب القوة الفولادية والنظرات الحادة، المحبوب وبالأخص لجماهير الشباب والمراهقين الذين كانوا يتدفقون على دور السينما للاستمتاع بأفلامه التي تميز فيها بتوجيه الضربات المحددة بدقة، والتي تستولي على قلوب المتفرجين، وصيحاته الشهيرة المشابهة لمواء القطة الهائجة، وقفزاته العالية، وخصوصا عندما يقفز في الهواء ويضرب شخصين في آن واحد بدقة محددة ويفقدهما الوعي. فكانت لديه القدرة على أن يفعل ذلك حقيقة بعيدا عن شاشة السينما. فيمكن أن نصف بروس لي بأنه نوستالجيا للعنف الجميل. فبحق بروس لي شخصية جذابة ورائعة، سميه ما شئت، فنان، شاعر، فيلسوف، معلم، منتج أفلام، سيناريست، مخرج، فهو محب للقراءة كثيرا وللشعر والرسم، شخصا ذو طاقة هائلة وطموحات قوية وعبارات ملهمة، قوي وشديد في المواجهات. فالفضل، كل الفضل يرجع له بالتعريف بالفنون الحربية الدفاعية والقتالية عبر العالم، ويعتبر ملك الكونغفو بدون منازع. إنه كان رأس السهم الصيني التي اخترقت عالم هوليود. المنغلق والمتقوقع أمريكيين وأوروبيين فقط، والنجاح الذي حققه في السينما الأمريكية فتح أبوابها على مصراعيها أمام العديد من الممثلين الصينيين، وأتاح الفرصة أمامهم للمشاركة بأدوار رئيسية في السينما الأمريكية، والوصول في بعض الأحيان إلى البطولة المطلقة. فبروس لي جاء لهوليود وخالف المألوف، وأظهر لها وللعامة كافة قدرة الرجل الصيني، فلا يلعب فقط الدور الثانوي، يعني دور الشرير والكادح والمتسكع والخادم الخنوع. كذلك أشاح اللثام عن الصورة الضبابية والعنصرية والاضطهاد الياباني على الصينيين، وجلب الإضافة لأفلام الحركة والأكشن بأسلوب جديد سلس وممتع، فارتقى بذلك بالكونغ فو في السينما العالمية. فللأمانة أفلامه خالدة ومشوقة لا تمل. قال عنه بولو يونغ، الممثل الشهير الذي يمثل دور قوي بعضلاته وشرير، ليس بعد بروسلي ثاني. ووصف سرعته جاكي شان بالسرعة الخاطفة والخيالية. وقال عنه فيغمورو، بطل الكاراتيه الأمريكي،
إن بروسلي لديه لكمة لا يمكن وصفها حتى لمن يمارس الفنون القتالية، فاعترف بقدراته ورفع له القبعة. هذا وإن أفلام وأقوال بروسلي إن تأملتها كلها رسائل واضحة وغير مشفرة يوضحها لسائر الناس عبر العالم. شارك في العديد من الميلودراما والكوميديا مع عدد كبير من النجوم المشهورين، فأفلامه لا تزال تغزو كل أنحاء العالم، وقد بدلت أفكار المنتجين والمخرجين. عرف العالم بروسلي وأجيال متعاقبة على مر الزمان، وكان خير قدوة يحتدى بها من الشباب. واشترك بروسلي في مجموعة أفلام مختلفة عديدة، وحتى الآن ما زالت موجودة في مخيلة الكثير من عشاق أفلام الحركة. تابع معي بعناية من البداية إلى النهاية أبرز الخبايا والأسرار التي تود معرفتها لم تكن تعلمها من قبل، ومن خلال هذا الفيديو سوف نبحر لكي نتعرف عن هذا الشاب الخرافي والأسطوري الرهيب من ولادته إلى موته. فقد انتزعته الموت مبكرا وهو ما زال في ريعان شبابه 32 سنة، ويعتبر موته لغزا غامضا لم يعرف عنه شيء. هل هي وفاة طبيعية أو مؤامرة مدبرة أو هناك رأي آخر؟ كل هذا وعن أشياء سنتحدث عنها. فيديو مليء بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة التي لم يسمع بها تقريبا طوال فترة حياة بروسلي. فموضوع بروسلي هو موضوع ساخن على الدوام. بروسلي، النشأة والميلاد. بروسلي واسمه الحقيقي هو لي جان فان، ولد يوم 27 نوفمبر 1940 بالمستشفى الصيني بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عام واحد من هجرة والده من هونغ كونغ إلى أمريكا، قامت ممرضة بالمستشفى بتسميته باسم بروس لأن والده لم يكن حاضرا بالمستشفى، ولم تستخدم عائلته هذا الاسم إلا عند التحاقه بالمدرسة. ولد مريضا بإعاقة، فهو كان قليل البصر وبنيته ضعيفة. والده كان مغنيا في أوبرا هونغ كونغ، وأمه كاثوليكية من أصول ألمانية. وأضافت له أمه نقطة ضعف أخرى عندما اختارت له اسما نسائيا لي جون فان لدرء العين عنه، وإمعانا في الخداع قامت أيضا بثقب إحدى أذنيه. فترك كل ذلك أثره على نفسية بروسلي، حيث كرس حياته كلها من أجل تحويل جسمه الضئيل إلى آلة مدمرة وإلى سلاح قوي كبير. فظهر بروسلي في السينما الأمريكية للمرة الأولى وعمره 3 أشهر، ولعب دور الطفل في فيلم أمريكي، وذلك عام 1941. وبعد ذلك ساعدته موهبته في الظهور في أكثر من 20 فيلم كممثل. عاد إلى هونغ كونغ بسبب البطالة، فدرس الرقص فيها وفاز بمسابقة التشا تشا تشا بهونغ كونغ. انشغل التنين الصغير بالتمرين على اللياقة البدنية وعلى حركات تهم الدفاع عن النفس، وكان يتغيب عن المدرسة ويبحث عن نادي لكي يتعلم الكونغ فو، لكن كان يرفض لأنه ليس صينيا خالصا، وأن الغرباء لا مكان لهم لتعلم الأساليب القتالية، وكانت هذه قواعد مقننة في الصين. بحث في رحلته على من يعلمه الفنون القتالية، فما وجد إلا إيب مان الوحيد الذي استقبله ووافق على تعليمه الوينغ تشونغ، وهو أحد أساليب الكونغ فو الصيني الجنوبي. شغفه بالفنون الحربية ساعده على تعلم الوينغ تشونغ في سنوات قليلة، فأصبح يفتعل الكثير من المشاكل مع أفراد العصابات، حتى وقع شجار بينه وبين ابن رئيس عصابة، فأعطاه بروسلي درسا بليغا بحيث ألحق به أضرارا بالغة وخطيرة، فأصبح بذلك بروسلي مطارد من طرف الشرطة والعصابة. فخشي عليه والده فقرر تهجيره إلى أمريكا
ليستقر عند صديق قديم له متواجد هناك، فمكث عنده مدة وخرج بروسلي عند صديق آخر في سياتل يدرس ويعمل في مطعم لغسل الصحون. فأكمل بروسلي تعليمه إلى أن التحق بجامعة واشنطن والتي تعرف بها على زوجته ليندا الأمريكية الأصل. تزوجها سنة 1964 ورزق منها ببروندلي وشانونلي، وكان يدرب مهارة الدفاع الذاتي في بعض المراكز بستايل، وكانت ليندا من ضمن تلامذته. فكان جل وقت التدريب باللياقة البدنية، وذلك لتحويل جسده الضعيف إلى آلة مدمرة لا تهزم، معتبرا نفسه ملهما لكل شعوب العالم. لم يهزم بروسلي ولو لمرة واحدة بالرغم من كثرة من تحدوه ومن ادعوا أنهم يستطيعون أن يهزموه. في 1970 تعرض لإصابة في الظهر أثناء قيامه ببعض التمرينات، مما جعل الأطباء يجبرونه على التوقف فورا على مزاولة الفنون القتالية. كان يستخدم في تقنياته بكثرة النونشاكو والأسلحة البيضاء. درس الفلسفة الغربية والصينية والدراما عندما كان في واشنطن. أسس أسلوب خاص به جديد اسمه الجيت كيندو، وألف كتاب بهذا الخصوص. وقال عن هذا الأسلوب هذه الطريقة: الجيت كيندو لم أعتبره أسلوب، بل عبارة عن مفاهيم ونظريات فلسفية استخلصتها من كذا فن من الفنون القتالية وقمت بتطويرها وفقا لفلسفتي. حسب قوله، الجيت كيندو ليس حصري على الكونغ فو فقط، بل هو خليط من الفنون القتالية. والجيت كيندو ومعناه الطريق إلى القبضة المعترضة. توفي بروسلي سنة 1973 وبقي موته لغز محير أسال كثيرا من المداد، هل هو طبيعي أم مؤامرة؟ واختلفت حول ذلك الآراء. كان أصدقاء بروسلي ينظرون إليه على أنه ثائر أكثر من كونه ممثل سينمائي، فوضعوا صوره إلى جانب صور ثائر أمريكا الجنوبية شي جيفارا. بروسلي توفي نتيجة تناوله دواء خاطئ، هذا ما قاله المنتج السينمائي السابق ريمون تشو، أي تناول عقارا للصداع في منزل صديقته، أو نتيجة تورم شديد في الدماغ، هذا ما أظهره التشريح الطبي. والبعض الآخر يقول إن منتجي هوليود قتلوه بالسم لأحقاد شخصية، سواء بسبب نجاح أفلامه أو لتمثيله دور البطولة. والبعض الآخر يقول إن موته طبيعية تحدث لممارسي الرياضة الكبار الذين يشددون ويجهدون على أنفسهم في التدريب. لكن في سنة 1978 نشرت صحيفة الحزام الأسود الأمريكية خبرا صادما بأن سبب موت بروسلي مفادها هي ضربة النخيل المرتعش وجهها له أحد كبار فنون القتال قبل أيام من وفاته، وسبب له نزيف في المخ كان هو السبب الحقيقي لموته. ولم تكشف الصحيفة هوية المعلم ولا متى وقع بينهما النزال. المهم هو أنني أريد أن أخبركم بأن هناك أساليب قتال متطورة جدا للقضاء على الخصم بضربة واحدة دون إهدار الوقت، غير تلك الحركات التي نتعلمها في الصلاة. وهذا المعلم يقال أنه أحد خبراء الكونغ فو، قضى سنوات طويلة في تعلم هذه الأساليب الغامضة ثم تحدى بروسلي في قتال حقيقي. وكلنا نعلم مقدار الغضب التي كانت تكن مدارس الكونغ فو على بروسلي، لأنه كان يهاجم أساليبها ويتهم تقنيتها بعدم النجاح في القتال الحقيقي. فما معنى تقنية النخيل المرتعش إذن؟ هي فعلا موجودة، وهي إحدى التقنيات الغامضة، تعتمد على الطاقة الداخلية دون لمس الخصم، وهي تشبه تقنية أخرى تسمى لمسة الرياح. لكن الفرق بينهما وبين بقية التقنيات أنها تعتمد كعنصر أساسي لنجاحها على ارتكاز أقدام المقاتل في الأرض،
فلا تنجح هذه الضربة إلا إذا وصل المقاتل إلى مرحلة من التركيز لتصبح قدماه جزء من الأرض، فلا تستطيع أي قوة مكانه أو تحريكه، ويكون تدفق للطاقة. ودعنا بروسلي إلى دار البقاء مخلفا ابنه بروندلي الذي صار على خطى والده كممثل مرتبط بفنون الدفاع عن النفس. مات عن سن 28 سنة أثناء التصوير برصاصة حقيقية غير التي يمثل بها، ويبقى الغموض يلف القصة الحقيقية لموته. أصبح في الأخير منزل بروسلي متحفا لكتبه وأفلامه وأغراضه، يأمه الزوار من كل مكان، وصنعت له تماثيل من برونز في الصين وفي بعض الدول، وكل عام يحتفلون بذكراه. وهكذا نكون قد قدمنا لكم أعزائنا أهم الحقائق عن بروسلي، الأسطورة الخالدة التي لا تكرر، آمنين أن تحظى بقبولكم. فضلا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم في أمان الله، أطيب المنى، مع تحيات سعيد شجري في إضاءة رياضية.